بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب الأعزاء، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student Medical Education Lecture Human Anatomy Module Neuroscience Title Thalamus. أول واحد الثالاموس. الثالاموس الديفينيشن بتاعه it is oval shaped mass of gray matter in the cerebral hemisphere. زي ما احنا شايفين كده العلامه مبينه لي ده الجزء ده اسمه الثالاموس. طيب الريليشنز بتاعت الثالاموس هو جزء من الداينكيفالون طبعا، والريليشنز بتاعته هنتكلم عن الريليشنز بتاعته. لو خدنا الثالاموس لوحده وطلعناه بره كده الصوره واضحه خالص. الثالاموس له اربعه سيرفيس، سيبيرال سيرفيس وميديال سيرفيس وانفيرو سيرفيس ولاترال سيرفيس، وكمان له تو اند. ادي الانتيرو اند بتكون نارو وتيبرنج، وادي البوستيرو اند بتكون برود وايت، والبوستيرو اند بنسميها بالفينار. يبقى ده الاكسترنال فيتشرز بتاعت الثالاموس، والريليشنز بتاعته هنتكلم عليها ان ديتيل. ادي الثالاموس صوره ثانيه بتبين لي ادي البرين ستيم، وادي منطقه الداينكيفالون، وادي منطقه الثالاموس اللي احنا بنشاور عليها دي الثالاموس. طيب الثالاموس دول لما بنتكلم عليه الريليشن بتاعته السيبيرو سيرفيس، السيبيرو سيرفيس اوف ذا ثالاموس، السيبيرو سيرفيس اوف ذا ثالاموس زي ما احنا شايفين كده ريليتد لمين؟ ريليتد لمجموعه ستراكشرز، والستراكشرز دي بنقسمها لميديال ولاترال ستراكشرز. الميديال ستراكشرز عباره عن البودي اوف ذا فورنكس، ادي الفورنكس زي ما احنا شايفين كده، وكمان مين التيلا كورويدا بتاعت الثيرد فينتريكل، ده الميديال بارت اوف ذا سيبيرال سيرفيس. كمان اللاترال بارت ريليتد لمين؟ فلور اوف ذا لاترال فينتريكل، ده هنشوف في السجيتال سيكشن. بودي اوف كوديت نيوكليوس اند استرايا ترميناليز سلاماي وسلاموس ترايت فين، ده الميديال اللاترال بارت اوف ذا سيبيرو سيرفيس. طب الانفيرو سيرفيس اوف ذا ثالاموس، ادي الانفيرو الثالاموس اهو، والانفيرو سيرفيس اوف الثالاموس ريليتد لمين؟ للهايبوثالاميك، ادي الهايبوثالاموس والهايبوثالاميك سالكس اللي احنا شايفينه ده، وبوستيرولي هيكون ريليتد لمين؟ للسب ثالاموس. الثالاموس نفس الكلام، الصورة دي عبارة عن الكرونال سيكشن زي ما احنا شايفين كده بيبان لي الثالاموس اهو، وده اللاترال فينتريكلز، وادي الجزء اللي هو اللاترال بارت اوف سيبيرو سيرفيس، ادي السيبيرو سيرفيس اوف الثالاموس، وادي الميديال سيرفيس اوف الثالاموس. الميديال سيرفيس بيكون ريليتد لمين؟ للثيرد فينتريكل، اهو ده الثيرد فينتريكل، والانتر سلاميك ادهيجنز، والانتر سلاميك ادهيجن. والانتيور اسبكت اوف ذا هايبوثالاموس، جزء من الهايبوثالاموس. طيب يبقى دول الميديال سيرفيس، وادي السيبيرو سيرفيس اوف الثالاموس، وادي اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس اوف ذا ثالاموس ده بيكون ريليتد لحاجه واحده بس، وده موطن اسئله في الام اس كيو بيجي. يبقى اللاترال سيرفيس ريليت لمين؟ للبوستيرو لمب اوف ذا انترنال كبسول، ادي ده البوستيرو لمب اوف ذا انترنال كبسول زي ما احنا شايفين كده، ادي اللينتيفورم نيوكليس وادي الكوديت نيوكليس، واللي احنا شايفينه ده البوستيرو لمب اوف ذا انترنال كبسول. طيب بعد كده بنبص لو خدنا الثالاموس لوحده وطلعناه من السيريبرال هيمسفير وهيبان لينا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبنتكلم ديفيجن اوف ذا ثالاموس، هل الانقسام بتاع الثالاموس او اللامينيشن اوف ذا ثالاموس، تقسيمه الثالاموس. الثالاموس بينقسم عن طريق واي شيب لامينا اللي احنا شايفينها دي، الواي شيب لامينا دي موجوده تمام، بتقسم للثالاموس الى ثلاث اجزاء. الجزء الامامي ده بنسميه انتيرور بارت، والجزء الازرق ده بنسميه الميديال بارت، والجزء الاحمر اللي احنا شايفينه ده بنسميه اللاترال بارت، وادي دون الجزء الخلفي ده بنسميه البوستيرور بارت او البلفينار. طيب لكن في تقسيمه قديمه موجوده في كتب الاناتومي والفسيولوجي القديمه مختصره جدا، بنقول الانتيرور بارت والميديال بارت، يعني الانتيرور بارت ده والميديال بارت نصه، النص ده يا جماعه النص اللي بشاور عليه ده بنسميه باليو ثالاموس، وده في اللو انيمالز، بعض الانيمالز اللي هي موجوده زي التعابين وزي السكوربنز والحاجات دي كليتها ما بتكون موجوده فيها، لكن الهاي انيمالز بيكون موجود في اللاترال بارت ده ويل ديفولبت، فاللاترال بارت ده بنسميه نيو ثالاموس، الجزء اللي احنا بنشاور عليه ده اسمه نيو ثالاموس، وده موجود ويل ديفولبت في الهاي انيمالز.
تقسيمة تانية سب ديفيجن للسلمس بنبص عليها ونشوفها. أول حاجة الأنتيور بارت زي ما احنا اتكلمنا، أدي الأنتيور بارت أوف ذا سلمس في مجموعة النيوكلياي، هنتكلم على الكونكشنز بتاعهم. وأدي الميديال بارت، والميديال بارت أحيانا بنعمله ديفيجن إلى ميديال وميديان بارت اللي هي الانترسلاميك أدهيجن دي عند البداية، يعني جزئين في مجموعة النيوكلياي مجموعتين موجودين فيه. طيب وبعد كده اللي احنا شايفينه دي انتر ايه سلامك لامينا، اللي احنا شايفينه دي انتر ميداري لامينا اللي احنا شايفينها دي فيها مجموعة النيوكليا نتكلم عليها. طيب الفينترال بارت بعد كده اللاترال بارت اللي هو لون احمر اللي احنا شايفينه ده، ادي اللاترال بارت بينقسم سب ديفايدد انتو الى فينتر نيوكلياي، وادي الفينتر نيوكلياي اللي احنا بنشاور عليها دي عبارة عن فينتر نيوكلياي، والفينتر نيوكلياي اللي بشاور عليها دي في فينترال انتيرو وفي فينترال لاترال وفي فينترال بوستيرو اللي هي دي، والفينترال بوستيرو دي كمان سب ديفايدد الى فينترال انترميديت فينترال بوستروميديال فينترال بوسترو لاترال. ده الجزء الاخير فينترال بوستيرو ده. في الدورسال بارت اوف ذا سلامس وده بينقسم لجزئين دورسو لاترال ودورسو بوستيرو، يبقى الدورسو لاترال ودورسو بوستيرو ده الجزء ده، والمنطقه دي البلفينار اللي هي البوستيرو اين، وادي الميديال جينوكيوليت بودي واللاترال جينوكيوليت بودي الجزء اللي احنا شايفينه ده. ده اسمه الديفيجن اوف ذا سلامس او اللامينيشن اوف ذا سلامس. كونكشن اوف ذا سلامس، ايه الكونكشنز بتاعه السلامس؟ هناخد كل واحده من الجروب اوف نيوكلياي دي ونشوف الافرنت والافرنت بتاعها. فاول واحده فيهم الانتيور، ادي السلامس اللي احنا خدناه طلعناه بره عشان الصوره تتضح اكتر، ادي الانتيور بارت اللي هي اول جروب من النيوكلياي اللي اتكلمنا عليهم. طيب الانتيور بارت ده بيتصل بمين؟ اهو بياخد افرنت مننا حته من المابيلاري بودي الموجوده في الانتر بيدانكولار فوسا اللي في الانتيور اسبكت اوف ذا ميد برين في البرين ستيم، وتودي له افرنت. طب والافرنت بيطلع منه يروح فين؟ يطلع لي على السنجيوليت جايروس، ونسمي الفايبر دي ماميلو سلامو سلامو سنجيوليت، ماميلو سلامو سلامو سنجيوليت للسنجيوليت جايروس. الوظيفه بتاعتها اولفاكتوري فانكشنز وهي بارت من الليمبيك سيستم. سؤال في السلامس ممكن يجي: The anterior part of the thalamus is connected by one of the following. The anterior part of the thalamus. وحاطين خمسة اوبشن قدام مننا: prefrontal cortex, motor area 4, premotor area 6, cingulate gyrus and spinal cord. طبعا الإجابة الصحيحة رقم D cingulate gyrus. طيب تاني connections الميديال جروب اللي احنا شايفينها باللون الازرق ده، اللون الجميل الازرق ده، بتاخد افرنت منين؟ من كل الهايبوثالاميك نيوكلياي ومن كل السلاميك نيوكلياي، يعني النيوكلياي الموجوده في الصلامس كليتها بتاخد منها افرنت، والهايبوثالاموس كمان بتاخد منه، تمام؟ وبتدي افرنت لمين؟ تطلع منها الفايبر تروح مين؟ للفرنتال كورتكس، الفرنتال بري فرنتال كورتكس في الفرنتال لوب اللي احنا المنطقه اللي احنا شايفينها باللون الازرق الجميل ده، يبقى الافرنت والافرنت. الوظيفه بتاعتها ايه؟ انتجريشنز اوف سوماتيك اند فيسرال امبالسز، كل الامبالسز اللي جايه سوماتيك من الجلد او من الفيسرا بتعملها ترتيب وتبعتها للبري فرنتال كورتكس. تاني حاجه بتعمل اكتيفيشن للهايبوثالاموس، يبقى دي الوظيفه بتاعت مين؟ الميديال بار. اللاترال بارت اوف ذا سلامس، ادي السلامس خدناه وطلعناه لوحديه على ناحيه كده، وادي اللاترال بارت. اللاترال بارت طبعا احنا عرفنا ان اللاترال بارت بينقسم الى مجموعه نيوكلياي، الانترو فينترال، الانترو فينترال نيوكليس اهي المجموعه دي اول واحده فيهم. الانترو فينترال نيوكليس دي هتاخد افرنت مننا حته، هتاخد من الميد برين ريتيكولار فورميشنز، من الريتيكولار فورميشنز من الميد برين بيودي لها افرنت، وكمان بتاخد من الجوريبس باليداس بتاع الانتفور نيوكليس دي بتاخد افرنت منها وتودي في ناحيه الجوريبس باليداس بيدي لها عن سلامك فاسيكولاس وتدي افرنت. الفايبر تطلع منها تروح لمين؟ ل 64 لاريا 4 و6، الاريا 4 موتور اريا 4 وبري موتور اريا اللي هي رقم 6، يبقى دي الافرنت فايبر. الوظيفه بتاعتها هتكون عباره عن ايه؟ ده لها دور في الموتور فانكشنز، انفلونس اكتيفيتيز اوف موتور 4 اريا 4 وبري موتور اريا 6، يبقى لها دور في الاكتيفيتي بتاع الديان. الافرنت فايبر دي بتعمل لي اكتيفيتي للاريا 6 واريا 4 تعملها اكتيفيشنز. تاني حاجه تعمل لي
غير كده ان هي بتعمل لي اكتيفيشنز للموتور اريا 4 و6، غير ان بعض الاحيان السيرجيكال تريتمنت اوف باركنسونيزم بعض الدكاتره السيرجون نيورو سيرجون يعمل لها ابريشن، يعمل تلف جزئي لها يعالج بيه مين الباركنسونيزم، يتم علاج الباركنسونيزم لما بنعملها ابريشنز يعني تلف جزئي لهذه النيوكليوس من الصلمس، يتم علاج سيرجيكال تريتمنت او لاين اوف ذا سيرجيكال تريتمنت اوف ذا باركنسونيزم. بعد كده اللاترال فينترال نيوكليوس، ادي اللاترال فينترال نيوكليوس اللي هي رقم 2 اللي بعد الديك اللي احنا اتكلمنا على الفينترال نيوكليوس، لاترال فينترال نيوكليوس دي رقم 2 دي بتاخد افرنت منين حته؟ بتاخد افرنت من ريد نيوكليوس اللي هي روبرو سلاميك فايبر. طب وبتاخد من الدنتيت نيوكليوس دنتيتو سلاميك فايبر بتروح ليها، وبيطلع منها الافرنت يروح لمين؟ بردك 64 موتور اريا رقم 4 ورقم 6. طب الوظيفه بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها انفلونس اوف ذا موتور اكتيفيتي، يعني لها دور في الاكتيفيتي بتاعت اريا 6 واريا ايه 4. بعد كده اللي هي الفنترال بوستيرو نيوكليوس الفي بي، ادي الفي مجموعه الفي بي اهي اللي انا بشاور عليها دي مجموعه الفي بي فنترال بوستيرو. الفنترال بوستيرو دي بتنقسم الى فنترال انترميديت فنترال بوستروميديال فنترال بوسترولاترال. طيب بتاخد افرنت منين حته؟ دول بياخدوا من مجموعه الليمينسكاي الترايجيمينال ليمينسكس بتدي للفي اي الاولانيه دي بتاخد من الترايجيمينال ليمينسكس، ثاني حاجه الترايجيمينال ليمينسكس اللي شايله السنسيشن بروبروسبتيف سنسيشن والسوماتيك سنسيشن بتاعت الفيس عن طريق الترايجيمينال نيرف بتنتهي هنا في الصلمس في الفي اي ديت. طيب وكمان مين ثاني؟ سباينال ليمينسكس هتدي للفنترو بوسترو ميديال نيوكليوس، وكمان الميديال ليمينسكس يعني مجموعه الليمينسكاي الترايجيمينال والسباينال ليمينسكس والميديال ليمينسكس، الميديال ليمينسكس هتدي لمجموعه البلف دي اللي هي فنترو بوستيرو لاترال اللي هي دي هتاخد من الميديال ليمينسكس اللي هي مسؤوله اللي هي بتشيل الجراسيل والكونييت امبالسز اللي جايه من لور اند ابر هاف اوف ذا بودي بروبروسبتيف سنسيشن والفاين تاتش. طيب دول كلهم بيوصلوا لمنطقه الفنترال بوستيرو نيوكليوس اوف ذا سالاموس. الافرنت فايبر بتطلع منهم وتروح لمين؟ لاريا 312 312. ايه اريا 312 دي؟ اريا 1 و2 و3 سوماتيك سنسوري اريا 1 و2 و3 يبقى بتروح للسنسوري اريا واخده من الليمسكاي وبتودي لمين؟ للسنسوري اريا. طيب الفانكشنز بتاعتها انفلونس اوف ذا سنسوري امبالسز مهمتها ترتيب وانتجريتد السنسوري امبالسز اللي راح للكورتكس لاريا 1 و2 و3 سنسوري. نيوكليوس تاني موجود في كمان من ضمن الكونكشنز موجود في اللاترال دورسال نيوكليوس واللاترال بوستيرو نيوكليوس والبلفينار. ادي اللاترال دورسال نيوكليوس وادي اللاترال بوستيرو نيوكليوس وادي البلفينار اللي هو البوستيرو اندو سالاموس. التلاتة دول كليتهم الافرنت فايبر بتاخد منين؟ من اول سالاميك نيوكلياي من كل السالاموس بتجمع امبالسز وتاخد هذه الامبالسز من كل الصلمس وتبعتها بالافرنت فايبر لمين؟ لمجموعه اللوبس فرنتال لمجموعه اللوبس اللي في السريبرال كورتكس اللي هي باللون الاحمر زيها برضك اللي هي عباره عن البارايتال لوب اوكسيبيتال لوب تيمبورال لوب. يبقى دول الافرنت فايبر بتاعتها بتروح لمنطقه اللوبس باقي اللوبس اللوبس اوف ذا كورتكس اكسبت الفرنتال لوب. اذر connections to the thalamus زي مين؟ interlamellar nuclei. ادي الانترلاميلر نيوكليي ادي اللمنه اللي احنا شايفينها دي جواها نيوكليي. طب بتاخد افرنت منين؟ من الروتيكولار فورميشنز بيوصل لها الروتيكولار فورميشن انترلاميلر بيودي للانترلاميلر. طب وتودي افرنت لمين؟ للاول سلاميك نيوكليي بتوزع الامبلسز على كل الاول سلاميك نيوكليي والسيريبرال كورتكس كمان. طب الفانكشن بتاعتها كنترول ذا ليفل اوف اكتيفيتي اوف سيريبرال كورتكس. يبقى النيوكليا الموجوده هنا دي بتعمل كنترول الاكتيفيتي بتاعت السيريبرال كورتكس. طيب بعد كده في نيوكليا تاني في اجزاء تانيه في الصلمس زي اللاترال جينوكليت بودي والميديال جينوكليت بودي. الميديال جينوكليت بودي بياخد افرنت فروم ذا لاترال ليمينسكس والانفيرو كوليكولاس والاوبتيك تراكت وبيدي افرنت لمين؟
الميديال جينوكليت بودي بيدي افرنت لمين؟ للاوديتوري اريا. اما اللاترال جينوكليت بودي فاللاترال جينوكليت بودي اللي احنا شايفينه ده بياخد افرنت من حته من الاوبتيك تراك والسبيرو كوليكولاس وبيدي افرنت للفيجوال اريا يعني للاوكسيبيتال لوب الفيجوال اريا. بلاد سبلاي اوف ذا سالاموس. البلاد سبلاي اوف ذا سالاموس في ارتيريال سبلاي وفينوس ادنال. الارتيريال سبلاي اوف ذا سالاموس بياخد من السنترال برانشز بتاعت مين اللي احنا شايفينه ده هو بوستيرو سيريبرال ارتري. ادي ده اللي احنا شايفينه ده هو البازلر ارتري ونهايه البازلر ارتري بينتهي البوستيرو سيريبرال ارتري على البوست سايد. البوستيرو سيريبرال ارتري بيدي برانشز تروح تغذي للسالاموس. الفينوس درينج اوف ذا سالاموس الفينوس درينج بتاعه سلاموس ترايت فين وادي السلاموس ترايت فين احنا اتكلمنا عليه قبل كده ووضحناه مع الهورزونتال سيكشنز. ادي السلاموس ترايت فين وكلمنا عليه في اللاترال فينتركل سلاموس ترايت فين والسلاموس ترايت فين بودي للانترنال سيريبرال فين الانترنال سيريبرال فين. ده بالنسبه للبلاد سبلاي اوف ذا سلاموس. ابلايد اناتومي بالنسبه للسلاموس في ابلايد اناتومي سلاميك سندروم دي جرين سندروم روزي سندروم اسمه كده. طيب ايه السلاميك سندروم ده له اسباب؟ ايوه لو حصل امبوليزم في البلاد سبلاي اوف ذا سالاموس ايه اللي يحصل؟ امبولس ستروك ايجت اتسد البلاد سبلاي اللي رايح للسالاموس يقوم يعمل لي مانيفيستيشن. اول حاجه في المانيفيستيشن اللي بشوفها اهي قدام مني اميديت هيمي اناسيزيا في الوقت والحال اميديت هيمي اناسيزيا نص على الكونتور لاترال سايد نص البودي ما بيحسش بيه. طيب ده بالنسبة هيمي أنستيزيا. لتر بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل الثريشولد اوف ذا بين بترتفع والتمبريتشرز من اي ستيمولانت تلقاه هايبر سنسيتيف لاي ستيمولانت اوفر رياكشنز تو ان ستيمولاي اي تنبيه يعني لو ناموسه لمست جسمه او دبانه او ذبابه او اي تاتش ليه يحس بالم فظيع جدا يتالم جدا سبونتينيسلي بين الم مستمر لا ينقطع كوريا واسيتوزيس دي تو افكت اوف كوديت نيوكليس او لينتيفورم نيوكليس يبقى اذا دي المانيفيستيشنز بتاعت السلاميك سندروم. لو اجالك عيان في العياده وبقول لك والله انا لما بتلمسني لموسه او طيره او دبانه هايبر سنسيتيف والم فظيع وعندي هيمي ولقينا عنده هيمي اناسيد فحصناه لقينا عنده ان النصف البودي بتاعه الكونتر لاترال سايد موجود ان هو ما بيحسش بيه يبقى ده سلاميك سندروم المفروض يتعمل له ام ار اي ويتاخد في الاعتبار ومدي له انتيكو اجلنت ومشي في العلاج بتاع السريبرال ستروك. ثانك يو.